العلامة دي معناها كبير، العلامة دي معناها اسأل استشير. أي أم بعمل جهد علشان أنظم أحوال عيلتي، ودلوقتي جالي ابن الصغير ده برضعه طبيعي علشان مصلحته، عايز أمنع الحمل لفترة علشان أهتم بيه وأقدر أحمل تاني أول ما عوز. يا ترى في وسيلة تنفع معايا؟ دلوقتي لكل أم في مرحلة الرضاعة بقى في حبوب منع الحمل الخاصة بالفترة دي. الحبوب دي بتمنع الحمل ومخصوصة لفترة الرضاعة، ولما تبطليها تقدري على طول تحملي بعدها، يعني دي وسيلة مؤقتة لكل أم عايزة تسيب مسافة بين الطفل والتاني. اسألي استشيري عن وسائل تنظيم الأسرة.